تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بكأس الخليج العربي في دورته الرابعة والعشرين وهذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين المفدا حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز منتخب البحرين لكرة القدم بكأس الخليج العربي وهو إنجاز رياضي عظيم يبعث على الفخر والاعتزاز ليضاف الى رصيد الانجازات الرياضيه التي حققتها المملكه وياتي تتويجا لدعم جلالتكم ورعايتكم للرياضه البحرينيه وما وصلت اليه من مستويات متقدمه على مختلف الاصعده. ان فوز المنتخب الوطني بكاس الخليج العربي لكره القدم قد رفع اسم مملكتنا الغاليه عاليا خفاقا وبسواعد ابنائه المخلصين الذين يشكلون فريق البحرين من كافه الجهات الحكوميه والخاصه والاهليه وبعشقهم لهذا الوطن الغالي يسجل انجازا وطنيا خالدا في ذاكره الرياضه سائل الله العلي القدير ان يديم على جلالتكم موفور الصحه والسعاده وطول العمر ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء